طب السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم عن اول ستيب، وهي ان انا ابدا اعمل الجيومتري للموديل بتاعي. في الاخر انا عاوز جيومتري زي كده للديزاين بتاع الانجن عشان اقدر ادخله على السوفت وير بتاع الاي سي. فهنستخدم السوليد، هنبدا نعمل البيستون والبورت بتاع الفالف الانلت والاكسوست. السلندر هيد الدايمتر بتاع البول 7.5. هنعمل سوليد فوليوم اكسترود، سوليد فوليوم 4 مللي. تمام. هنبدا نعمل السيت بتاع الفالف. الدايمتر 36، هنعمل له اكسترود بزاوية 45، ارتفاع 2 ملي بزاوية 45 بالمنظر ده. تمام. هنبدأ نعمل البورت بتاع الفالف الانلت والاكزوست. هنعمل هنا سكتش كده، احنا رسمنا دايره في السكتش ده، وبعدين هنعمل سكتش في نص السلندر عشان نعمل الباص اللي هتطلع عليه السلندر السيركل نفسها. طبعا الارتفاع ما يهمنيش قوي، لان انا مش بتكلم على الديزاين بتاع الجيومتري، مش بعمل اوبتمايزيشن للديزاين. انا شغال عليه الكومبشن سيكتور، فبالتالي هو في الاخر بيعمل دي كومبوزيشن للجسم، فهيشيل لي كل الاجزاء الزياده دي. تمام. هنا من فيلت اوكي، هنا من سوفت فوليوم هنفتح بورت جديدة، بورت جديدة عشان نرسم فيها الدايمنشن بتاع الفالف. طيب الدايمنشن هتبقى نص ال 36، طبعا 36 انا سماحية نص ملي طرفين، يعني في الاخر بتقول 35، نص ال 35 17.5، بعدين بطلع بارتفاع 2 مللي وزاوية 45 زي ما عملت السيت هناك نفس النظام. مظبوط زاوية 45 والارتفاع 2 مللي أو 2، ماشي وماشي بالملي. تمام. بعدين هنطلع بالدايمنشن، اوكي تمام، وهنقفل. هنبدأ بس نحط الدايمنشن بتاع دي حوالي 2.5، الارتفاع دي 80، وهنعمل فيلت للجسم ده ب 12 كده. انا عملت الفولف، هعمل له ريفولف، ريفولف للبادي حوالين المحور ده. معلش محتاج بس اشيل الجزء ده عشان يعمل ايفولف، محتاج اشيل الجزء ده، هنرجع تاني هنشيل ده معلش، بس كده نقفل.
نعمل ريفولف تاني بالجسم ده حوالين المحور ده بس كده تاني كده. هو عمل لي البادي بتاع الفرن. هنديله لون مختلف مثلا، نديله لون مختلف كلر مثلا يكون غامق كده حاجة زي كده مثلا. هنحتاج ناخد ال هنسيف ده، احنا محتاجين نسيف ده كده سيف اس، هنحطه في اي مكان كده في فايل، هنسيبه هنا في الاف وهنحطه في فايل ونسموه الفار. ماشي هنعمل ريبليس تمام. هنحتاج بس ناخد الجزء ده لان ده هنعمل له ريفولف في البادي التاني، فهحتاج اخد الجزء زي ما هو كده كوبي انا عملت له كنترول سي. هرجع هنا المفروض هعمل كنترول في، بس الاول هنعمل سكتش هنا في نص الرسمة تمام، هنبص عليها كده عمودي تمام، ونعمل بيز قبل ما نعمل كنترول في عشان البيز ده هو اللي هرسم منه تمام لحد هنا بس كده تمام. تعالى بقى كنترول في. هو طبعا السوليد ينفع اخد من صفحه لصفحه ثانيه يعني من بارت لبارت مختلف عادي يعني. كنترول سي كنترول في موف للجسم ده من النقطه دي لحد النقطه دي. طبعا السوليد هتلاقي فيه رسم سهل رسم الموديل، عشان كده انا بعتمد شغل الجيومتري كله على السوليد لان هو الرسم فيه بيبقى بينجز الوقت يعني، ما بتاخدش وقت كتير وانت بتعمل الموديل. خلاص هنمسح دي دلوقتي، هنمسح دي مش محتاجها، وهنعمل ريفولف كات بقى عشان اعمل مكان كده المسار اللي هيبقى موجود فيه الفالف بتاعي. ريفولف كات للمحور ده اهو كده خلاص اتعمل تمام. لو انا جيت مثلا عملت هاف سيكشن كده هلاقي الجسم عندي ظهر بتاع الفالف تمام. نطلع سيكشن. هنعمل دلوقتي ميرور حوالين البلان ده، عاوز اعمل ميرور لمين؟ للجسم ده بالريفولف اللي فيه. فيقول لك اختار البلان، فانا اخترت البلان. اختار لي بقى الجسم اللي عاوز تعمله ميرور، هختاره من هنا. انا عاوز اعمل ميرور لمين؟ عاوز اعمل ميرور لدي تمام، وبعدين السويب، وبعدين الريفولف كارد بس كده. ده الانبوت وده الاكسس. طبعا زي ما قلت لكم انا شغال انبوت، شغال يعني انبوت فالف واحد واكسس فالف واحد. هنا في التوتوريال هو شغال اثنين، مفيش مشكله عادي اشتغل واحده او اثنين. الجزء من تحت ده اللي هو السلندر هيد، اللي هو البادي بتاع البيستون، نهايه البادي بتاعت البيستون يعني. زي ما قلت لكم هو بيتعامل مع ان دي سوفت فوليوم، دي السوفت فوليوم، فاي حاجه تحتها تعتبر البادي بتاع البستون. فاحنا ممكن نرسمه يعني، ممكن نرسمه يعني مثلا حاجه زي كده مثلا. هو مش هيأثر معايا في الحسابات يعني، هو بالنسبه لي الشغل كله او الكومبشن في المنطقه دي، فانا كده كده كاني شلته يعني. بس تعالى نعمله هنعمله مثلا لحد مسافه معينه كده مثلا. بعدين هنعمل مثلا تعالى نعمل الفلت للجسم ده، هنصغر نخليها مثلا 1 مللي، نبقى نكبرها بعدين. تمام هنعمل له ريفولف ده برضو حوالين المحور ده تمام. ده بالنسبه للسلندر هيد. وهن في الاخر بس هنعمل له فيلت تحت كده. ممكن نكبر دي كمان، ماشي ممكن نكبرها عشان تنزل مسافه تحت كده. نعمل دايمنشن دي نخليها مثلا 15 مثلا حاجه زي كده مثلا. اوكي تمام.
نعمل فيليب بس في المنطقة دي، فيليت. طبعا ممكن تعمل فيلت للسكتش نفسه وتعمل فيلت للبادي نفسه عادي، الاثنين صح. بس انا هخلي واحد مني حاجه صغيره زي كده مثلا، بس كده بقى انا عملت ايه؟ عملت الجسم نفسه يعني اللي هو السبت فوليوم، وعملت ده البادي بتاع البيستون، ده نهايه البادي بتاعت البيستون، دي اللي هتبدا تنزل وتطلع، لكن ده السبت فوليوم اللي هيحصل عنده عمليه الحقن والانفجار. وده الانلت فالف وده الاكزوست فالف. هنبدأ بقى نحفظ ده save as، وهنسميه body. هنفتح بقى assembly عشان نجمع الاثنين مع بعض. هنقفل ده خلاص، هنقفل ده خلاص، انا خلاص حفظت ده. save. هنفتح بارت اسمبلي، هنلاقي عندي هنا البادي، تمام. احط الجسم، بعدين احط البادي. دايما السوليد اول جسم بتحطه بيعتبره البيس، فبيثبته ما بيعرفش يتحرك. يعني اول جسم انا حطيت البادي فده خلاص ثابت مش هيتحرك، ده ممكن احركه يعني، ممكن اخد دوت دي يمين شمال. طب لو عايز احرك ده اضغط عليه كليك يمين واعمل له فلوت فيبدا يتحرك معايا. فلوت يعني يبدا يتحرك، بس انا مش عايز احرك البادي، انا عايز اخلي البادي ثابت وابدا اركب عليه الفالف، فثبت ده فيكسد زي ما هو وده يفضل يتحرك عادي. طيب بعدين ابدا ندخل الفالف في مكان السيت هنا. لو السيت عندي مش باين يبقى انا ممكن اعمل اللي هو سكتش كده عشان ابين الجسم من جوه هنا. بس انا هاخدها كده قدام سكتش، خد الجسم كله او حاجه زي كده مثلا. كده انا بينت الاثنين، بينت الفتحه من جوه التجويف والفالف بتاعه موجود هنا. بس واقدر اخد الجسم ده واعمل العلاقات نت، نتس دي اللي هي ربط العلاقات، هعمل كونكت ما بين هعمل كونكت ما بين مثلا البادي والمسار ده، تعمل كونكت ما بين الجسم ده والجسم ده، تمام. والناحية التانية كونكت ما بين البيز ده والبيز ده، خلاص كده تمام خلصنا. عاوز اعمل الناحية التانية برضو، ففي حاجة اسمها كوب ويز نت، يعني انت هتعمل كوب الايه، هعمل كوب ده لان يعني انا معايا فالف تاني اكزوست. طب هتوديه فين؟ هيوديه نفس المكان هنا ونفس المكان هنا، بس خلاص كده انا ايه خلصت. هلغي السكتش، هذا شكل الجسم بتاعي اللي انا هشتغل عليه بعد كده. طب الابعاد بقى اللي هي زي البور ب 87 ونص والسوفت فوليوم 4 مللي، الابعاد دي انا عملتها كلها ازاي؟ دي بتيجي عن طريق اكسبيرمنتال ستادي. يبقى انا المفروض يكون معايا اكسبيرمنتال ستادي، ما ينفعش اشتغل من ان انا يكون معايا من غير ما يكون معايا داتا الاكسبيرمنتال معموله بالريزلت بتاعتها، بحيث انا اتاكد ان الدايمنشن دي صح، مش اي دايمنشن وخلاص. انا بس عملت كده عشان خاطر انت لو معاك دايمنشن تقدر تطبق نفس الخطوات، يعني انا وريتك بس خطوات ازاي تنشئ الجيومتري تمام، لكن الدايمنشن بتاعت الجيومتري لا، انت لازم يكون عندك موديل مثلا لاكسبيرمنتال زي دي مثلا. انا معايا جايب دي داتا انا جايبها من اكسبيرمنتال معموله، وبدات اطبق عليها. زي مثلا الانلت فالف بيبقى بزاويه قد ايه، الاكزوست فالف كلوز عند زاويه قد ايه من الكرانك شافت يعني، مثلا البور بكام، الاستروك بكام، النمبر اوف سلندر، الكونكتنج الار بي ام، الكونكتنج رود، الكمبريشن ريشيو اللي هي الفي ماكس مع الفي مينيمم. الحاجات دي كلها داتا بتبقى موجوده اكسبيرمنت، لازم تبقى موجوده عندك عشان تعرف تطلع جسم تقدر تتعامل معاه. لكن انا لو عملت بالمنظر ده، انا دلوقتي عملت حاجات عشوائيه، لو خدت دي دخلتها على الانسز مش هيقدر يعمل لي ديكومبوزيشن. يعني الديكومبوزيشن بيبدا يشيل الاجزاء الثابته وبيبدا يظهر لي الجسم بالسيكتور. انا اقول له ديكومبوزيشن ب 45 درجه، فيظهر لي الجسم بالسيكتور 45 درجه. فلازم يكون الحاجات دي متناسقه عشان يقدر يعمل السيميوليشن، يعمل الديكومبوزيشن. فالبرنامج لو انت مش معاك داتا مظبوطه
الاي سي سيكتور البرنامج مش هيشتغل، مش هيطلع ريزلت اصلا، يعني هو هيديك ايرور في السيميوليشن. تمام. طب دلوقتي عشان ابدا ادخل الجسم ده للاسس هحفظه كاي جي اس سيرفيس بس، سيف اس. الاول حاجه احفظه بس كجسم عادي عشان يبقى موجود معايا مثلا هنا، وبعدين اعمل له سيف اس اي جي اس سيرفيس، وهسيبه اسمبلي زي ما هو كده. تمام كده هو حفظه كاي جي اس سيرفيس. خلاص اقفل. اقدر افتح الانسز في اي وقت وادخل عليه البرنامج. فين هنا؟ اهو اي جي اس اسمبلي 1 اي جي اس. تمام. اقدر افتح البرنامج الانسز واعمل امبورت ليه وهيظهر معايا. يعني لو جيت مثلا هنعمل كده قبل ما نوقف، لو جينا نفتح الانسز بس هو هياخد مني وقت، فخلينا نقف لحد هنا. يعني انا مش هفتح انسز دلوقتي عشان ما ياخدش ما اطولش الفيديو، يعني خلينا نقف لحد هنا.